السلام عليكم. تنجم تفسر لنا الوقفه اليوم على شنو وشنو المطالب؟ هذه الوقفه على اخونا سالم عبيد يقبع معناها في السجون منذ احداث العبد اللي ما يقارب 6 أشهر. معناها اصدر فيه حكم 10 سنوات سجن في تونس ما يسمى ما بعد الثوره والقضاء اللي يعتبروه هما نزيه. معناها على جرد بصمه في 46 قاروره هما معناها من مواد حارقه هنا معناها تحكم عليا كيكا معناها 10 سنوات سجن. هنا معناها في السبيطار عنده توا شهرين معناها ما بين اضراب جوع وحشي وما بين اضراب جوع معناها عادي. معناها الدولة معناها انت شنو معناها حاجتهم بالشباب تيار الشباب تيار السلفي بالضبط؟ معناها علاش احكام في حقه هو تصدر هكا معناها بالقسوة هذه يعني؟ شوف 10 سنوات مش امر هين. ما تعرفش معلومات جديدة على الملف امه شنو عملت معناها؟ ولا بالنسبة ما انت امه داخل توا اي امه مشات تقابل في رئيس الديوان معناها تحت نسيت. والله شوف اختي معناها الوقفه هذه تعتبر هكاك جات الوقفه جايه بدون ما نمشي تشيل وقفه منظمه جيتها ان شاء الله مشايخ مش داخل في حق اخواننا الاسرى الكل وبالاخص انا مع بيت ان شاء الله خاطر المظلمه يتعرض لها ماهيش عاديه بصراحه. فهمتني؟ نجم ربي ينصركم. امين عشان.